طيب تعالوا نروح من الامارات مع زميلنا المميز دوما محمد عراقي الناقد الرياضي من الامارات. محمد صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الخير يا كريم، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدينك. متالق كعادتك وفي رقم 10 يا رب. ويعني بجد والله الواحد فعلا بينبسط، مبسوط جدا سواء معاك مداخله ولا معاك البيت. وانا كمان يا رايك العاده والله. قول لي بقى ايه رايك النهارده في اللي حصل في هذه المواجهه، مواجهه الاهلي وبالميراس؟ يعني خلينا بس الاول يا كريم، يعني كويس قوي السرد اللي انت عملته. يمكن انا سمعتك في السرد والنقاط بتاعه كاس العالم للانديه من الاول خالص. خلينا بس متفقين على حاجه مهمه جدا، واعتقد ان احنا متفقين عليها، ان النسخه ديت الاهلي واجه ظروف غير مسبوقه. اعتقدش ان النادي يشارك في كاس العالم للانديه او شارك في اي بطوله واجه ظروف زي اللي واجهها الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه دي. لعيبه مصابين بكم هائل، يعني بكم كبير جدا. لعيبه كمان اصيبوا بكورونا بكم كبير جدا، طبعا بخلاف اللعيبه الدوليين اللي كانوا متواجدين مع منتخبنا. بخلاف كمان اللي بعد عودتهم لما رجعوا حتى على المباراه الثانيه، رجعوا هم قبل المباراه باقل من 24 ساعه. ده خلاف الدوليين اللي اصيبوا كمان زي اكرم توفيق ومحمد الشناوي. محمد الشناوي لا كمان حتى اللعيبه لما جات لك لعيبه منهكه جايه لك قبلها ب 24 ساعه بس. غير كده كمان نفسيته مش كويسه، يعني خلينا متفقين ان هتخسر نهائي افريقيا قدام السنغال، فاكيد اللعيبه دي نفسيتها مش افضل حاجه. فانت مش محتاج بس تجهزهم بدنيا وفنيا، لا انت كمان محتاج تجهزهم نفسيا، وده اعتقد ان هو اصعب حاجه يا كريم، ان انت تبقى عايز تجهز لعيب نفسيا في اقل من 24 ساعه. اعتقد الموضوع مأمورية معقدة جدا جدا. فبالتالي كل الظروف كانت صعبة جدا. بتتكلم برضو النهاردة كمان، لو هنيجي نتكلم في مباراة النهاردة بتتكلم عن التحكيم، يعني نوعا ما كان في نوع من الظلم. الأهلي النهاردة كان يستحق على الأقل ضربة جزاء بتاعت أحمد عبد القادر. برضو المفاجأة الكبيرة اللي احنا، أنا طبعا أنت عارف أنا كنت في الملعب النهاردة، وبنقول بقى لنا يومين ثلاثة إن التذاكر نفذت. كنت متخيل زي كل الناس المصريين المتواجدين إن احنا هندخل نلاقي كم كبير جدا من المصريين متواجد في الاستاد زي ما حصل في المباراه الاولى، ولكن فوجئنا المره دي الموضوع مختلف خالص. دخلنا لقينا الجمهور البرازيلي مسيطر على الملعب، وطبعا ده ببساطه يا كريم عشان هم كانوا عارفين موعد المباراه وعارفين ان هم هيلعبوا السيمي فاينال على طول، بخلاف الاهلي اللي كان لسه بيلعب مباراه في الاول، فبالتالي لسه مش عارف هيصعد ولا لا. فبالتالي جمهور بالميراس كان مسيطر على المدرجات بشكل كبير، ولكن رغم كده كان الجمهور المصري برضه حاضر بقوه وكان بيشجع الاهلي بقوه كبيره جدا جدا جدا. ولكن النهارده عقوبات كتير، وبرضه خلينا نتكلم ان في اخطاء فنيه حدثت، يعني برضه بخلاف كل ده، وان طبعا احنا مش بنحمل اللعيبه ولا بنحمل الجهاز الفني، ولكن في اخطاء. لا هو اي قبل ما تكمل دي يا رائد، اي مباراه اي فريق بيخسر فيها لازم يكون خسر جزء من الخساره اخطاء فنيه، ده طبيعي. يعني دي حاجه مش لا تعيب النادي الاهلي مع كل الظروف. انا قلت في البدايه كمان انه الاهلي ما كانش طبيعي اصلا يشارك في بطوله، يعني مش هيعرف يشارك اصلا بحجم الغيابات وحجم الظروف بتاع البطوله دي، كان ممكن الاهلي ما يشاركش. بس اهو الاهلي شارك وكسب مونتيري وشرفنا في المباراه الاولى، اهو بيلعب على ميداليه مره اخرى. ففي كل الاحوال الاهلي كله بالكامل مقدر له كل ما فعله، لكن خساره اليوم اكيد فيها اخطاء فنيه مؤكد يعني. لا واللعيبه يا كريم برضه هم اللي رفعوا طموحنا، يعني احنا اللعيبه كنا متخيلين ان مونتيري مباراه مونتيري كنا عمال الناس كلها بتتكلم هنخسر كام او الخساره تبقى قليله او كده، ولكن هم كانوا هم الاحق في المباراه وكانوا هم الاقدر وكانوا هم يعني ما كسبوش حتى بالصدفه، يعني حتى ما كسبوش بالصدفه، بالعكس هم كانوا الافضل والاقدر بالفوز وفعلا حققوا الفوز. فبالتالي هم اللي علوا سقف الطموحات، يعني انت ممكن تكون مش مرشح لحاجه، ولكن لما تتالق فيها وتظهر بشكل كويس خلاص الناس بتطالبك بالكمال زي ما بيقولوا. فبالتالي ده اللي حصل فعلا معانا، وده اللي حصل في مواجهه بالميراس، ان الجمهور كان بعد اللي حصل في مباراه مونتيري متخيل ان الاداء هيكون افضل وان موسيماني يعني زي ما بيقولوا هيستمر على التالق اللي كان فيه. يعني انا من وجهه نظري يا كريم ان كان موسيماني هو نجم المباراه الاولى بلا منازع. ان انت النهارده كمدير فني تقدر توظف عدد قليل من اللعيبه، تقدر توظف لعيبه تقريبا ما فيش اثنين لعيبه ثلاثه لعيبه لعبوا جنب بعض، برافو عليك، عمرهم ما لعبوا جنب بعض. لا وخد بالك انت بتلعب برضه مع فريق مش سهل، عشان الناس فاكره مونتيري ده فريق سهل، لا مونتيري برضه فريق قوي جدا. كلها كانت بتلعب في اوروبا وبيقودوا مدير فني محترم ونادي كبير. فبالتالي انت النهارده قدرت تعمل التوليفه دي وقدرت تتالق في المباراه وقدرت تكسب المباراه، ولكن يمكن في المباراه دي موسيماني ما كانش بكامل تالقه، ما كانش بكامل تالق مباراه مونتيري. في علامات استفهام طبعا كتير حصلت، زي مثلا الدفع بعمر السوليه رغم ان هو لسه راجع بعد اداء كبير جدا، عدم الدفع بمحمد شريف رغم ان هو كان مستريح وما شاركش في المباريات، برضو الاستمرار في الطريقه 3 4 3 برضو كان برضو علامات استفهام كبيره عليها بعد ما استعدت عدد كبير جدا من الهجوم. يعني في كلام كتير بص جدا. بص عليا انا هقول لك حاجه، هناقشك كتير برضو ظهر. هناقشك انا ليس دفاعا عن موسيماني عشان انا في كثير من الاحيان ايضا انتقده، بس هو النهارده في تصوري في توقعي كان حاطط سيناريو. السيناريو ده بيقول ايه؟
انا هبدا بعمرو السوليه وديانج، مش هبدا بقفشه وديانج، اامن بشكل احسن وسط الملعب. برضو قفشه مش هيلعب قوي دور عمرو السوليه بنفس الاجاده، قفشه 10 قوي، فهو قال لك ابدا بالسوليه وديانج واستخدمه 45 دقيقه السوليه، وامن الشوط الاول وابدا اشغل اوراق الهجوميه في الشوط الثاني. وده ممكن يكون اللي في دماغه خلى شريف على الدك، لو ما كانش دخل فيه الهدف، لو ما كانش دخل فيه الهدف المبكر وبعدها الهدف الثاني على طول، ما كانتش الاوراق دي كلها دربكت. انت مدرب بتحط سيناريو بيبوظ. كلامك مظبوط في حاله واحده بس، ان يكون السوليه مش لاعب مباراه من 48 ساعه. لا مش مباراه بقى كمان، السوليه هو اللعيب الاساسي تقريبا، اللعيب الوحيد اللي ما اتغيرش في البطوله. الكلام ده لو 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 احنا هنتعامل بالمنطق ده كده يبقى اللعيبه تلعب كل يوم مباراه. كان يبقى عادي، ولكن في العلم كده، وده يعني بس مش كلام انا، ده كلام الاطباء وكلام الناس بتوع الريكفري المتخصصين، الجسم بيحتاج 72 ساعه عشان يرجع تاني يستعيد كامل مستواه. لا لا خلينا نتكلم كمان ان ده لعيب انا بقول لك اجهد بشكل بشع. على يعني فكره، على فكره علي، علي انا زيك ما كنتش متوقع ابدا ان عمرو السوليه هيبدا النهارده، بس برضو عمرو السوليه، عمرو السوليه خد بالك، عمرو السوليه برضو لحد الدقيقه 40 45 كمان لحد الشوط الاول اجاد، يعني هو برضو ما كانش باين قوي انه مرهق، بس كان مستحيل يكمل المباراه، كان مستحيل. هو 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 يا كريم انا بقول لك بس انا رحت الكاميرون كل مباريات المنتخب تقريبا طبعا. في الكاميرون عمرو السوليه كان اكتر لعيب بيعمل مجهود واكتر لعيب كان باين عليه الاجهاد. هو الوحيد اللي لعب باستثناء مواجهه المنتخب النيجيري لعب كل المباريات. مظبوط مظبوط، يعني اكتر لعيب كان منهك واكتر لعيب كان ظاهر، وهو اكتر لعيب حتى كيروش بيعتمد عليه وبيشوف ان هو واحد من اهم نجوم مصر. صح. فبالتالي عمرو السوليه الدفع دي انت ساعات كتير يعني بتخسر. احنا النهارده لا قدر الله، لا قدر الله عمرو السوليه مثلا لو كان اصيب او كان تعرض لاصابه اعتقد كان التهاب النقد. طب ايه رايك، ايه رايك في الانتقادات اللي بعض الناس توجهها لعلي لطفي النهارده؟ معاها يا كريم، مش هقدر برضه معلش قول لي يعني رايك. لا معاها طبعا، يعني انا شايف ان الجون الهدف الثاني طبعا مسؤوليه، طبعا مسؤوليه الدفاع، مسؤوليه ايمن اشرف، مسؤوليه رامي ربيعه طبعا. انا معاك جدا، ولكن كره في زاويه علي لطفي، المفروض حارس مرمى فريق كبير زي النادي الاهلي هو اللي بيصنع الفارق طول الوقت، يقول لك حارس المرمى هو لعيب رقم واحد، فعلا لعيب رقم واحد، لان هو هو الوحيد اللي بيقدر يتصدى لفرصه خطيره او الانفراد وترد بهدف. يعني بدل ما انت تكون مهزوم 1-0 تكون كسبان 1-0، ما يقدرش يعمل كده على حارس المرمى. وخصوصا وده بيبان اكتر مع الفرق الكبيره، يعني الفرق الكبيره طول الوقت انت ما بتبقاش بتتعرض، سيبك من مباراه طبعا بالميراث، بالميراث طبعا فريق كبير لا يقل عن الاهلي، دي حاجه طبعا اكيد ما فيهاش كلام، ولكن انت النهارده في اوقات بتبقى محتاج تشيل الكور اللي المفروض ما تخشش. يعني انا مش هتكلم علي لطفي في الهدف الاول اللي هو كان من انفراد، ان الكوره تحت ايده اللي هو كان ممكن يشيلها. لا لو كان يعني في ظروف طبيعيه او كده كنت اقول لك لا كمان. لا هي اكيد اكيد الثانيه سهله، اكيد الثانيه اسهل. مش هقول سهله بس هي اسهل طبعا. كده لا أسهل. انا مش هكلمك في الهدف اللي هو المفروض السهل او الكوره السهله، لا انا هكلمك في الكوره الصعبه. على لطفي انا ما بتكلمش طبعا على لطفي عشان بس ما يبقاش الكلام بشكل شخصي، انا بتكلم على حارس فريق كبير زي النادي الاهلي. انت النهارده بتبقى مطالب ان انت تشيل الكور اللي مش بتاعتك او الكور الصعبه او الاصعب، بس انت النهارده الكوره السهله او الكور اللي هي في المتناول دي ما فيهاش كلام، انت كحارس كبير بتحرس مرمى نادي بحجم الاهلي، لا الكور دي المفروض تكون في المتناول، تكون انت قادر تتصدى ليها، ولكن الهدف ده طبعا انا بشوف ان في مشكله كبيره. وبرده مش عايزين نتكلم عن علي لطفي في مباراه المراد، لا علي لطفي في اكثر من مناسبه ما كانش ظهرش بافضل شكل في النادي الاهلي، ده برده بيحط طول الوقت، واحنا بنتكلم بقى لنا فترات طويله ان الاهلي الاهلي كمان سيبك مننا احنا كنقاد او كلعيبه قدامى او كده، لا سيبك من القصه دي خالص، الاهلي نفسه عارف ان عنده مشكله في حراسه المرمى. طب ما هو ده هيخليني بقى اخد منك معلومه، هو الاهلي بيفاوض دلوقتي حارس مرمى؟ بص الاهلي دلوقتي كان عنده بيفاوض حراس مرمى، بس هو فوجئ وهو بيفاوض حراس مرمى ان اكتر من ثلاث حراس من اللي هو بيفاوضهم او بيفكر فيهم هيبقوا في السنه الجايه. هيبقوا في كلنا عارفينهم. بنتكلم في المهدي سليمان. من حقه يوقع لاي نادي دلوقتي. محمد بسام من حقه يوقع لاي نادي دلوقتي. وكمان زياده عليهم محمد ابو جبل. يعني محمد ابو جبل كان ما فيش فيه، مش هقول اقتناع، لا ما كانش فيه يعني يقول لك لا خلاص نبعد عن الزمالك، وهم ما كانوش شايفين ان ابو جبل يعني يخليه مستواه يخليه يدخل في خناقه، ولا هيدخل في خناقه او في حوار مع نادي الزمالك. لا انا بقول لك بقى بعد كاس افريقيا الاهلي هيدخل في القصه دي، ويزيد ابو جبل ده لو ما طلعش بره يعني او ما كانوش عروض اكتر بكتير جدا 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 من الاهلي ممكن يعرض عليه دلوقتي. ولكن في ثلاث حراس كبار انا بقولهم لك اهم، محمد ابو جبل، مهدي سليمان، محمد بسام، انا باكد لك ان واحد منهم هيكون في نادي الاهلي الموسم الجديد. زميلنا العزيز محمد عراقي من الامارات بعد مواجهه النادي الاهلي وبالميراس البرازيلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. لازم الاقي يدي واحده، لازم الاقي
يدي معلومة كده تروح. ماشي.